شكرا شكرا احبائي. اذا تعالوا هلموا الينا انضموا مع عمو يزيد. اذا احبائي وقتاش شكون يقدر يقول لي وقتاش عيد الشرطه؟ الشرطه ما يقولوا لهمش الشرطه ما تقولوا لهمش وقتاش عيد الشرطه؟ شكون؟ شوف صديقنا هذا واسمك ولدي؟ علاء الدين. شحال في عمرك علاء الدين؟ 10 سنين. الله يبارك. وقتاش عيد الشرطة؟ 22 جويلية. واو 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 واو. شكون يقدر يقول لي؟ معليش هذا شطر من السؤال، ولكن عيد الشرطة وقتاش بدينا نحتفلوا به؟ 2 جويلية. أعطي له الميكرو. 2 جويلية واشن؟ 22 جويلية. 22 جويلية من أي سنة؟ 1962. شاطر شاطر. جيبه تعال 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 روح. عيد الشرطة هو اليوم اللي تأسست فيه الشرطة الجزائرية، يوم 22 جويلية 1962، يعني بضعة أيام بعد الاستقلال. يعني الشرطة أرسي ستركتوري وتهيكلت وأصبحت شرطة جزائرية يا أخي. إذا تحياتنا للشرطة لأنهم صاهرين على الأمان تاعنا والأمن تاعنا. أعطيني الهدية تاعو. إذا علاء الدين رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية المتواضعة إن شاء الله تستفاد بها. شكراً. العفو العفو العفو. يلا تغنوا كامل معايا أنا شرطي المرور. تحية تقدير للشرطة الجزائرية. يلا. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أراقب العبور وساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير أراقب العبور وساعد الغير مبتسم صبور. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أحارب الإجرام وخفف الزحام وساعد الأطفال شجاع مقدام. أحارب الإجرام وخفف الزحام وساعد الأطفال شجاع مقدام. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أصون الأمانة
أحفظ النظام أحارب الخيانة وأضمن الأمان أصون الأمانة أحفظ النظام أحارب الخيانة وأضمن الأمان أنا شرطي المرور كلي أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور أنا شرطي المرور أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور شكراً. إذن أحبائي شرطي المرور هو ليسهر على الأمن نتاعنا والأمان. إذن تحية تقدير للشرطة وأجهزة الأمن كامل. كاين أغنية نقول فيها شكون يعرف النوتات الموسيقية؟ دو قولي لنا دو ري مي فا سو لا سي دو. برافو. قبل ما نغنيو دو ري مي عمو يزيد راح يسألكم سؤال. وقتاش اليوم العالمي لاضطراب التوحد لا جورني انترناسيونال دو لوتيزم اليوم العالمي لاضطراب التوحد؟ عندك جواب؟ واسمك ولدي؟ اسمي ياسين. الله يبارك. وقتاش اليوم العالمي للتوحد؟ 18 جويلية. لا، شوف مع الشابة هذي، عطوا لها الميكرو. واسمك؟ مروة. الله يبارك. وقتاش؟ 21 جوان. لا، شكون؟ شوف الشابة اللي موراك. واسمك؟ ملك. الله يبارك ملك. وقتاش اليوم العالمي؟ 10 جويلية. لا، ماشي في جويلية. مش نتفاهمو؟ تعرفوا؟ واسمك؟ وقتاش الجواب؟ 2 أبريل. برافو. تعالي. وقتاش اليوم العالمي لاضطراب التوحد؟ 2 أبريل. فوالا 2 أبريل، تصفيق عليها. أعطيه الهدية تاعها. إيناس. إذا إيناس عمو يزيد وشركة شيبس مهبول راعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية المتواضعة. إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو، تفضلي بنتي. تفضلي. إذن أطفال عمو يزيد راح يغني لكم أغنية نقول فيها دو ري مي فا سو لا سي. تغنوا كامل معايا، تعرفوا النوتات الموسيقية. إذن دو ري مي كامل، يلا معايا يلا. فاصولا سيدو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دوريمي فاصولا سيدو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دوريمي فاصولا سيدو دو سي لا صول فا مي تلحن بها الكلمات،
فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأسوار. هي سرها الأنهار وتنحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأسوار. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. خطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. دو ري مي فا صول لا سي دو معروفة فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. شكرا شكرا شكرا. بشرى المسلمين به عيد جاء بالخير. محلى طلة الفجر بيوم العيد لو تدري، يا بشرى المسلمين به عيد جاء بالخير. بعيد جاء بالخير. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميل. عيد دامت الآيات، فغنوا وافرحوا يا أولاد، عيشوا فرحة وسرور، إلينا نوره قد عاد إلينا نوره قد عاد. عيد دامت الآيات، فغنوا وافرحوا يا أولاد، عيشوا فرحة وسرور، إلينا نوره قد عاد إلينا نوره قد عاد. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. في يوم هلت الأفراح، والله عطرها قد فاح. يا ربي اجمعنا يا ربي بجنبي بعضنا نرتاح، جنبي بعضنا نرتاح. في يوم هلت الأفراح، والله عطرها قد فاح. يا ربي اجمعنا يا ربي بجنبي بعضنا نرتاح. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. محلى طلة الفجر في يوم العيد لو تدري، يا بشرى المسلمين به عيد جاء بالخير. عيد لو على القلب سنرمي الناس بالحب، فلا دمع ولا أحزان تألف بيننا
عن القلب سنرمي الناس بالحب فلا دمع ولا أحزان فألف بيننا ربي فألف بيننا ربي جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميد جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميد عيد دامت الأعياد فغنوا وافرحوا يا أولاد عيشوا فرحة وسرور إلينا نوره قد عاد إلينا نوره قد عاد عيد دامت الأعياد فغنوا وافرحوا يا أولاد عيشوا فرحة وسرور إلينا نوره قد عاد إلينا نوره قد عاد جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميد جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميد محلى طلة الفجر في يوم العيد لو تدري يا بشرى المسلمين به عيد جاء بالخير كان يوم عالمي تبناته الأمم المتحدة وهذاك اليوم الجزائر هي اللي عملت عليه سيتي لينيسياتيف دو لالجيري ما عندهاش بزاف ما عندهاش بزاف غير كيما فات وقتاش اليوم واش هو هذا اليوم غير كيما فات شكون اللي يقدر يقول لي صديقي شوف معهم واسمك رامي شحال في عمرك 12 الله يبارك واش هو هذا اليوم 16 ماي 16 ماي حقيقة واش هو اليوم معليش عطانا الشطر شوف الشطرة هذه واسمك ملاك ملاك وقتاش اليوم العالمي هذا اليوم العالمي للتعايش في سلام هو 16 ماي هذا السؤال عنده هدية واحدة فقط هو جاوب الشطر هي جاوبت الشطر وبقي الشطر اذا هذا السؤال راح نجاوب عليه هنا ونعطيكم سؤال اخر معليش هو اليوم العالمي للعيش معا في سلام سي فيفغ انسومبل اون بي مهم جدا راح نروح في نفس المنوال هذا شكون يقدر يقول لي شكون هي الهيئه اللي عملت على هذا اليوم لا 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 الهيئه الجزائريه لا لا مش الهيئة الوطنية للطفولة هي هيئة مستقلة عن الدولة هيئة جزائرية عملت على تدوين هذا اليوم في الأمم المتحدة هو اليوم العالمي للعيش معا في سلام vivre ensemble en paix le 16 mai شكون هي الله يخليك شكون هي هذه الهيئة شكون يعرفها عطي له الميكرو واسمك ملاك ملاك من قبيلة وانت تحولي ملاك تحاولي هكذا المثابرة برافو بنتي برافو واسمها الزاوية الزاوية الصوفية العلوية العلوية نزيد لك مازال هذه صعيبة باش تدوها هذه لأنها الأخيرة وين المقر تاعها أي ولاية أي ولاية وين أضرار لا لا مشيت تيزي وزو وين مشيت لمسان عم يزيد عم يزيد ساوريز ساوريز لا لا تعالي تعالي أرواحي طلعوها طلعوها تعالي معلش نعطوها الهدية لأنها صابت اسم الزاوية الصوفية العلوية هاد الزاوية اللي خدمت وعملت على تدوين هذا اليوم في الأمم المتحدة هو اليوم العالمي للعيش معا في سلام
أعطيه الهدية تاعها. هذه آخر هدية، ما يديش هذه المرة، ولكن يدي المرة الجاية. أنت تاني حبي يدي هدية. إذن بنتي الله يخليك، رامي راعي هذا البرنامج وراعي حصة مع عمو يزيد، يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها. شكرا شكرا. عمو يزيد راح يغني لكم أغنية نحبها بزاف، نقول اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده. كي يقول الشاطر يرفع ايده واش ديروا؟ كامل ترفعوا يديكم. يلا تغنوا كامل معايا. الشاطر يرفع ايده، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده. رجال يا شموع الوطن قيدوا. سين اول سؤال والعزل من يريدوا، انتم للغد رجال يا شموع الوطن قيدوا. عشرين على عشرين والنجاح هذا عيدوا، والنجاح هذا عيدوا. نرفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيدوا. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده، والنجاح هذا عيده. ألف شكر
أزيد حمدا لله أكبر والخير في تحميده شكرا ألف شكر زيدوا فأكثر زيدوا حمدا لله أكبر والخير في تحميده 20 على 20 والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده نلف الصف 2 والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده نلف الصف 2 والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده نلف الصف 2 والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده نلف الصف 2 والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده شكرا شكرا شكرا. إذن أحبائي النجاح هذا عيده، النجاح هو العيد يا أحبائي. إذن لازم المثابرة ولازم الدراسة يا أخي. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شكرا 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 شكرا. أعطيك الصحة يا عم يزيد، إن شاء الله تولي مرة واحدة أخرى مدينة سطيف. عم شاك أمو يزيد، إن شاء الله تولي لينا في ولاية سطيف ونحبك بزاف. يعطيك الصحة أمو يزيد على هذه الحفلة الرائعة اللي درتها نشرتها في كل ولاية، وشكرا نشتيوك. بسم الله الرحمن الرحيم، صحة وفطور للجميع إن شاء الله. نشكر الحفل اللي ذو خيمنا بمدينة سطيف، خاصة اللي أحياها المطرب الفنان الجزائري عمو يزيد، اللي كان مبرمج للأطفال بمناسبة عيد الطفولة، واللي لقى استجواب كبير وجمهور غفير هنا بمدينة سطيف في قاعة بهو ساحة دار ثقافة هوري بومدين. نشكر يعني السيد الفنان الكبير عمو يزيد الذي أدخل بهجة كبيرة لدى الطبقة الطفولة تاع الطفولة. عجبتكم اليوم؟ نعم عجبتكم؟ هو سكي فورميدابل، هذه هي بالأمسية تاع رمضانية، وتمنى ونشكره جزيل الشكر على المبادرة هذه وعلى القدوم في ولاية سطيف.